طيب يلا نروح نشوف فعاليات هذا المؤتمر الصحفي الجهاز الفني للنادي الأهلي ونرجع لحضراتكم تاني. في البداية بنرحب حضراتكم جميعا في النادي الأهلي، وبنشكر كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين والمصورين اللي بيشاركونا النهاردة في أول مؤتمر صحفي للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي. الحقيقة كان مفترض إن ميعاد المؤتمر ده يكون عقب التعاقد الرسمي مع السيد باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي، لكن أكيد حضراتكم زي ما تابعتوا نظرا لضيق الوقت وبداية معسكر اسكندرية اللي انتهى من أيام قليلة، نظرا لضيق الوقت ومعسكر اسكندرية اللي انتهى من أيام قليلة تأجل المؤتمر للنهاردة. والحقيقة الجهاز الفني كابتن محمد يوسف والسيد باتريس كارتيرون وكل أعضاء الجهاز كانوا حريصين أن يلتقوا مع حضراتكم ويتواصلوا مع السادة الإعلاميين والصحفيين، لأن عندنا قناعة كاملة ما فيش نجاح من غير إعلام. الإعلام قاسم مشترك في كل النجاحات في كل المؤسسات الرياضية. خلينا أقول لحضراتكم في البداية أعيد تشكيل الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي اللي تولى المسؤولية، واللي احنا إن شاء الله بنتمنى له كلنا التوفيق وكلنا خلفه وكلنا مساندين ليه كأعضاء وكجماهير وكإدارة وكلجنة كورة وكمجلس إدارة، كلنا مساندين لهذا الجهاز اللي احنا بنعقد عليه أمال كبيرة إن شاء الله أن يحقق طموحات كل الأهلوية على كافة المستويات سواء المستوى المحلي أو المستوى القاري. تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي الجديد، سيد باتريس كارتيرون مديرا فنيا، كابتن محمد يوسف مدرب عام وقائم بأعمال مدير الكرة، كابتن سامي قمصان مدرب، كابتن مصطفى كمال مدرب حراس المرمى، السيد ليندمان مدرب الأحمال، كابتن حسين عبد الدايم مساعد مدرب أحمال، كابتن وسام صفوت سيمو محلل الأداء، كابتن سمير عدلي مدير إداري. والحقيقة كنا نتمنى الكابتن سمير عدلي يكون موجود معنا النهاردة، لكن نظرا لسفره صباح اليوم إلى كرواتيا لتنظيم معسكر الإعداد الخارجي اللي إن شاء الله هيبدأ بكرة في كرواتيا تعذر وجوده معنا في هذا المؤتمر. الراجل بيبذل مجهود كبير الحقيقة على كل المستويات. معنا برضو في تشكيلة بقى الجهاز الدكتور خالد محمود رئيس الجهاز الطبي، الأستاذ عمرو محب القائم بأعمال الترجمة. طبعا في تفاصيل كتيرة في تشكيل الجهاز الفني، لكن هذا شأن داخلي يخص الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، شأن داخلي. خلينا في البداية نسمع يعني نستمع إلى كلمة الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. كابتن يوسف اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية طبعا بحب ارحب بكل السادة الحضور اللي شرفونا النهاردة وكانوا حريصين ان هم يكونوا موجودين معنا في المؤتمر الصحفي اللي بنقدم فيه الجهاز الفني الجديد للنادي الاهلي. يعني طبعا كلمة صغيرة، انت وحشتوني، انا كنت هنا من 4 سنين لكن المكان هو بيتي من 81. يعني عايز اقول ان انا بشكركم جدا على كل واحد كان حريص ان هو يكون معانا النهارده. زي ما قال الاستاذ جمال ان احنا كنا بنامل ان كنا نعمل ده اول ما مستر كارترون جه وحضر ووقع العقد، لكن طبعا لضيق الوقت وكان عندنا معسكر خارجي. اللي انا عايز اكد عليه طبعا هو دور السادة الاعلاميين كلهم، بنحترمهم جدا وبنقدرهم ودايما لابد ان نعترف، ودي حقيقة ان دور الاعلام في تاريخ النادي الاهلي دور كبير جدا، وايضا في تاريخ المؤسسات الرياضية بالكامل بيلعب دور كبير جدا. فلابد ان انا اكد تاني الاحترام الكامل للجميع والشكر الكامل للجميع الحضور، ونتمنى ان شاء الله ان يعني ان على طول يبقى في تواصل من اجل طبعا انجاز اعمالكم، وفي نفس الوقت كمان انتوا هتبقوا مساعدين لينا في تحقيق او انجاز او توفير
المناخ الطيب اللي احنا نقدر نبقى مركزين فيه. انتوا عارفين النادي الاهلي وفريق النادي الاهلي والفريق الاول بالتحديد كمان بيبقى دايما قافل عن نفسه، بيبقى دايما مركز، دي بتلعب دور كبير جدا في تحقيق البطولات وانتوا عارفين كده. لكن في نفس الوقت احنا بنساعدكم برضو على تحقيق الشغل بتاعكم وتحقيق الاهداف اللي انتوا بتبقوا عايزين تحققوها. عايز برضو نقطة مهمة جدا، انا مستر كارتيرون طبعا دلوقتي قضيت معاه فترة من ساعة يعني تقريبا داخلين على شهر. عايز اقول طبعا مستر كارتيرون غني جدا باسمه وبسيرته الذاتية، فاز ببطولة افريقيا مع نادي مازيمبي والتاني عالم، بالاضافة طبعا ليه حصل على مع منتخب مالي على ثالث افريقيا امم افريقيا، ليه انجازات كبيرة جدا كمان حتى مع اندية اخرى، درب في وادي دجلة ودرب في النصر ودرب في نادي فورنكس في امريكا. لكن اللي انا عايز اقوله ان هو عمل حاجة لابد ان احنا كلنا نقف امامها. وانا شخصيا اول ما جيت واشتغلت معاه اول حاجه قبل ما اتكلم معاه في اي حاجه انا شكرته. الراجل دفع الشرط الجزائي للنادي الامريكي، ومش عايز اقول رقمه لانه رقمه كبير جدا، عشان يجي النادي الاهلي. واول حاجه قالها لي قال لي انا سعيد جدا وما قدرتش، لما عرفت عرض النادي الاهلي انا ما فكرتش، حطيت جزائي وعملت التذكره وجيت. فانا حبيت اشكره قصادكم، وطبعا انتوا هتتواصلوا معاه وهتتكلموا معاه، وهيبقى في تواصل مع الاسئله بقى من خلال الاسئله يعني. النقطه برضو اللي عايز اكد عليها ان احنا كجهاز فني النادي الاهلي، وطبعا ده بتدعيم من مجلس الاداره ومن لجنه الكوره، بيدعمونا في المسانده الكامله لينا في توفير كل الاجواء اللي تساعدنا ان احنا ان شاء الله نحافظ على مكانه النادي الاهلي الطبيعيه، هي المكانه اللي متعودين عليها كلنا اللي احنا عارفينها، هو رقم واحد جميع البطولات اللي احنا بنشارك فيها. فدي مهمه جدا ان انا اوجه الرساله ايضا لجمهور النادي الاهلي. كلنا طبعا عارفين، كلنا في المال عارفين الظروف والاجواء اللي بيعيشها حاليا الوسط الرياضي، وايضا اللي بيعيشها ظروف النادي الاهلي. ولكن احنا رهنا الاول ودائما وعبر التاريخ من 1907 حتى الان، كل واحد بيجي بيلعب فترات وبيبقى مسؤول او بيلعب فتره وبيبقى بيعتزل بعد يتجه لاي مجال هو عايز يتجه ليه، لكن يبقى دور النادي الاهلي هو الرقم واحد. فدي برضو حاجه بحب ان انا انوه عليها في مؤتمرنا، ان انا بوجه كلمه للجمهور وبوعده ان احنا ان شاء الله هنبقى عند حسن ظنه دائما، هنبقى لعبنا وهدفنا على رقم واحد اللي هو المركز المفضل للنادي الاهلي. فنتمنى وبنعمل وبنبذل مجهودين طبعا، خلال مجلس الاداره بيبذل كل الجهود ان جمهور النادي الاهلي يعود تاني لمكانه الطبيعي في الملعب. وكل اللي انا بقول الفتره القادمه الرهان الاول على جمهور النادي الاهلي ومساندته لفريقه ومساندته للنادي، لان طول عمره هو الركيزة الأساسية في الحصول على البطولات على مدار من 1907 ل 1918، 111 سنة. 111 مظبوط؟ الحمد لله أنا كويس في الحساب. ما احنا في 2018. لا 2018. بشكركم تاني و ماشي. نشوف بقى كلام الأستاذ جمال. شكرا للكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة. الكلمة الآن للسيد باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلي فيتفضل، والأستاذ عمرو محب مشكورا هيقوم بأعمال الترجمة. تفضل حضرتك. النهارده انا راجل سعيد، راجل سعيد. سعيد نرجع تاني لافريقيا. وارجع مصر مره تانيه.
Can you hear me? Je disais à l'instant que j'étais. Je disais à l'instant que j'étais un homme heureux. Heureux de revenir en Afrique. Heureux de revenir en Égypte. Et heureux et fier d'être le nouveau coach d'Al Ahly. وسعيد ان اكون coach جديد للنادي الاهلي. Comme Mohamed vient de le dire, زي كابتن محمد يوسف قال, Al Ahly s'est présenté pour moi c'est il y a des clubs dans le monde qui comptent et Al Ahly pour moi qui aime l'Afrique et le club où j'ai toujours rêvé d'être, aujourd'hui j'y suis. زي كابتن محمد يوسف ما قال النادي الاهلي ده كان فرصه كبيره جدا بالنسبه لي وانا سعيد اني موجود فيه وكان حلم بالنسبه لي اكون في نادي كبير زي النادي الاهلي. Avec pour moi les avec trois objectifs, trois motivations. عندي تلات اهداف. C'est les trois thèmes que j'ai donné à mes joueurs depuis que je suis arrivé. التلات حاجات اللي اداهم لهم اللعيبه بتاعتهم وقت لعبته وقت ما وصل مصر. En un. نمره واحد. النتائج. En deux. اتنين. النتائج. Et en trois, les résultats. النتائج. Le reste quand on est à la Ligue, c'est de la parlotte, on parle pour rien. غير كده بنكون في الاهلي لو قلنا اي حاجه غير النتائج بنتكلم كلام مش مظبوط. Je tiens vraiment à remercier l'ensemble du club pour l'accueil dont j'ai bénéficié depuis mon arrivée. بشكر اسره نادي الاهلي الاستقبال الحار اللي حطوني بيه من وقت ما وصلت مصر. Que ce soit les membres du board. اعضاء مجلس الاداره. Que ce soit les gens du secteur administratif qui nous permettent au quotidien de travailler dans de très bonnes conditions. الفريق العمل الاداري اللي بيخلونا دايما نشتغل في ظروف كويسه. Je suis très heureux également du staff que Mohamed a choisi et mis en place. انا سعيد جدا بالجهاز الفني اللي كابتن محمد يوسف اختاره. Un mélange d'expérience. مزيج من الخبرات. Avec Michael. مع مايكل معانا. وكابتن محمد يوسف. Et un mélange de jeunesse également. ومزيج من الشباب. كابتن سامي. Je tiens également à remercier le docteur pour la qualité de son travail et du staff médical. وبشكر الجهاز الطبي والدكتور لشغل كويس مع الفريق. Ainsi que tous les gens qui travaillent autour de nous. وكل اعضاء فريق الجهاز الفني والاداري. L'objectif pour moi est simple. الهدف بالنسبه لي سهل. Gagner, gagner et encore gagner. اكسب واكسب واكسب. On est dans une situation difficile aujourd'hui. احنا في موقف صعب اليومين دول في الشامبيونز ليج. Il faut avoir l'humilité de l'accepter. لازم عندنا جرأة ان احنا نقبلها. Et l'orgueil et la volonté de ne pas l'accepter. وعندنا برضو يكون عندنا النخوة والغرور ان احنا نعتز بنفسنا وما نقبلش الوضع اللي احنا فيه. J'ai pas de secret. ما عنديش اسرار اخبيها عليكم. Je suis quelqu'un de passionné. انا حد بحب الكورة. Un gros travailleur. بحب اشتغل الاخر بشتغل لاخر لحظة. Je suis quelqu'un qui aime ses joueurs comme ses fils. بحب اللاعبين بتوعي كأنهم أولادي بالضبط. Mais qui sait aussi être dur pour obtenir ce qu'il veut. لكن برضو ببقى شديد عشان احقق الرغبة اللي أنا عايز احققها. Depuis que je suis arrivé, je mange à la lit, je bois à la lit, je dors à la lit. من وقت ما وصلت وأنا باكل في الأهلي وبشرب في الأهلي وبنام في الأهلي. Et dans tous les moments où j'aurais tendance à ne pas penser à la lit. ومفيش لحظة بتعدي من غير ما أفكر في الأهلي. J'ai juste besoin de sortir dans la rue pour comprendre que je suis le coach d'Al Ahly. ولو انا فكرت ما فكرش في الاهلي لازم اخرج في الشارع عشان افتكر تاني ان انا مدرب فريق كبير زي الاهلي. J'ai eu la chance par le passé d'être dans un autre club africain avec beaucoup de passion. انا برضو كان في تاريخي كان عندي حظ ان اكون مع فرقه كبيره برضو زي الاهلي ليها جماهيريه. Je sais qu'il y a beaucoup de passion ici et وانا عارف قصده على مازيمبي يعني وانا طبعا عارف هي نفس الحاله بالظبط. Et inutile de vous dire à quel point je suis motivé pour ramener toute cette passion et tout cet enthousiasme dans les rues du Caire dans quelques mois. وطبعا انا مش محتاج اقول لكم قد ايه انا عندي الاراده وعندي الطموح ان انقل الحاله الحماس اللي انا فيها دي للشوارع المصريه بعد كده للجماهير الاهلي. شكرا. شكرا. شكرا للسيد باتريس كارتيرون المدير الفني. الفقره الحاليه خاصه باسئله الزملاء هنطرح على الساده بعض الأسئلة اللي جات لنا هنحاول نوفي بكل الأسئلة طبعا نجاوب عليها. في سؤال خاص في البداية. في سؤال خاص في البداية للكابتن محمد يوسف.
كابتن محمد يوسف بيقول لك بعد احد الزملاء بيقول لحضرتك بعد اعلان قائمه الاهلي امبارح، هل هناك لاعبين سيتم بيعهم او اعارتهم في الفتره اللي جايه؟ طبعا احنا من اول يوم طبعا كان في تواصل مع لجنه الكوره، والرؤيه اللي احنا اشتغلنا بيها وتاني بكررها، احنا كجهاز فني حاليا احنا ما عندناش اي نيه خالص لبيع اي لاعب، وانا اعلنتها قبل كده وقلت ان احنا هدفنا الاول هو هدف كبير جدا محطوط قصادنا هو بطوله افريقيا، ونفس الموقف اللي احنا فيه ده حصل قبل كده في 2013 بننهي موسم وداخلين على بطوله افريقيا برضو، فباكد تاني برضو المره دي احنا هدفنا بطوله افريقيا، وبالتالي لابد ان انا احافظ على العناصر اللي عندي بشكل كامل، ويبقى كل تركيزي حاليا هو البطوله، بطوله افريقيا ده الهدف بتاعنا الاساسي، ومن هنا طبعا لابد ان انا احافظ على الليست بتاعتي او القائمه بتاعتي، اما في بعد كده مستقبلا ما يتراءى للجهاز في المستقبل ده وارد لاي حاجه، لكن انا بتكلم حاليا احنا ما عندناش اي نيه لبيع اي لاعب خلال المعسكر، من خلال بعد كده عندنا داخلين هنرجع على مباراه افريقيا 17 تاون شيب، ثم بعد كده العوده تاون شيب في بوتسوانا 28، فاحنا متمسكين بجميع لاعبينا وكل تركيزنا في المعسكر القادم اللي هو هيبقى يبدا بكره ان شاء الله هو ان احنا نحقق اكبر قدر من الاستفاده على اساس ان احنا نخش في الاجواء ونبقى جاهزين ان شاء الله على المباراه الاولى بتاعت افريقيا اللي هي يوم 17 في برج العرب ان شاء الله. في سؤال للسيد باتريس كارتيرون، في احد الزملاء بيسال حضرتك هل حضرتك حسمت اللاعبين اللي هينضموا للقائمه الافريقيه، خاصه ان النادي الاهلي لا يملك الا 4 اماكن باقيه فقط؟ On est en train d'y travailler, il nous reste quelques jours comme vous le savez. Aujourd'hui, on a décidé avec Mohamed de rajouter moi-même Zakaria sur la liste. Également, j'ai dans l'idée d'un renfort qui pourrait arriver dans quelques jours, même si je ne peux pas en dire plus pour le moment, mais voilà pour l'instant. Mais il me restera ensuite quelques jours avec le retour des internationaux pour décider de la bonne gestion des deux dernières places CAF pour qu'on ait un effectif complet. حسنا طبعا عودة لعيبة الكلمة عن المنتخب لعيبة الدوليين عشان رئيس الموقف قرر مين اللي هيكمل ومين اللي هيتحط في القائمة أو مش هيتحط عشان باقي المسابقة. السؤال اللي بعد كده برضو السيد باتريس كارتيرون، أحد الزملاء بيسأل حضرتك هل طلبت من إدارة النادي الأهلي التعاقد مع لاعبين جدد في المرحلة الحالية؟ Oui, encore une fois, le board et Captain Mohamed Youssef m'ont donné la possibilité de recruter si j'estimais qu'on en avait besoin. Ça a été assez simple dans la mesure où le constat sur les choses à améliorer concernant l'équipe était le même. Donc on va effectivement chercher à renforcer. Ça a été un des facteurs d'âme de l'équipe de l'Aïba Tanin. Voilà. OK. السؤال اللي بعد كده برضه خاص بالسيد باتريس كارتيرون، احد الزملاء اللي بيسال حضرتك بيقول لك جماهير الاهلي بتحملك مسؤوليه كبيره في هذا التوقيت لانها لا تعرف الا البطولات، تعليقك ايه؟ C'est une obligation que vous réalisez des titres de tournoi qualifiés.
la grande responsabilité que les supporters allaient vous donner, que vous devez gagner les tournois et les matchs. Qu'est-ce que vous dites? Comme je l'ai dit, je me considère comme un coach aujourd'hui heureux. J'ai eu la chance en tant que jeune coach de gagner beaucoup de titres et d'avoir beaucoup de succès. Et j'ai conscience que le plus grand club d'Afrique est un des plus grands clubs au monde. J'aime vivre avec cette pression. J'aime sentir cette passion. Ça me pousse moi-même à donner le meilleur de moi-même et à donner encore plus au quotidien. Donc je veux juste que les fans soient sûrs que je vais vraiment donner tout ce que j'ai à donner pour qu'on aille chercher de nouveaux titres. السؤال برضو خاص بالسيد باتريس كارون بيقول هل تم الاستقرار على طريقة لعب وهل الأهلي هيغير طريقة لعبه الحالية؟ J'ai surtout envie de donner aux joueurs la possibilité que l'équipe soit capable de changer parfois en cours de match de système de jeu. L'équipe joue depuis plusieurs années dans le même système de jeu. Mais il me semble important d'être capable, en fonction des circonstances, en fonction des adversaires, de changer pour perturber nos adversaires et être encore plus fort. بس اعتقد المفروض النادي يبقى قادر او اللعيبه قادرين زي ما بيحصل بره ان ممكن تغير خطه اللعب خلال المباراه حسب سير الماتش. La période que l'on vient de vivre avec les joueurs est une période très courte qui est pour moi une période d'observation. الفتره اللي قضيتها مع الفرقه فتره قصيره جدا هي فتره يعني مراقبه بس. On vient de jouer deux matchs amicaux avec deux systèmes de jeu différents. لعبنا ماتشين وديين بطريقه لعب مختلفه. L'objectif pour moi, c'est vraiment qu'on soit plus efficace dans les semaines à venir, quel que soit le système de jeu. بالنسبة لي الهدف الفترة الجاية نبقى فعالين ونحقق نلعب بأحسن طريقة بصرف النظر طريقة اللعب إيه. السؤال للكابتن محمد يوسف في أحد الزملاء بيسأل حضرتك ردك إيه على العروض الكتيرة اللي تناولتها بعض وسائل الإعلام للاعبي الأهلي في الأيام اللي فاتت. طبعا طبيعي جدا يعني انا باكد نادي الاهلي حاليا في احسن لعيبه في مصر وانا بقولها طبعا وعندي ثقه كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي حاليا احنا بنملك احسن لاعبين في مصر حاليا فطبيعي جدا ان هيجي عروض وده حاجه طبيعيه لكن انا في نفس الوقت باكد تاني ان احنا حريصين على البقاء على جميع اللاعبين انا حاليا مفيش اي تفكير بالنسبه لي الا الحصول على البطولات واول بطوله هتقابلنا بطوله السوبر ثم بعد ذلك ان شاء الله ربنا يوفقنا ونمشي بشكل كويس نعوض فارق النقطه اللي احنا حاصلين عليها في دوري المجموعات حاليا حطنا في المركز الرابع فبنحاول ان شاء الله ان احنا نحسن ونتصدر المجموعه عشان هدفنا هو بطولة افريقيا ومن هذه النقطة طبعا انا بأكد تاني ان احنا حريصين على الابقاء على جميع اللاعبين وبأكد مهم جدا ان احنا نعرف النادي الاهلي نادي بطولات احنا اهم حاجة عندنا لما بنرفع كاس افريقيا عشان في ناس اوقات بتحسبها بطريقة اخرى يقول لك الرقم ده جاي لك فانت لما هتاخد بطولة افريقيا وتروح كاس عالم هتاخد قد ايه فاحنا احنا حضرتك احنا بالنسبة لنا نادي بطولة بطولة افريقيا بالنسبة لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته وكل القائمين على العمل والمسؤولين في النادي الاهلي هتبقى اغلى كتير جدا من ملايين ورغم ذلك انا بقول مفيش مشكلة في الجانب الاستثماري برضو احنا السباقين وهتلاقي اعلى ارقام اتباع بيها لعيبة اتباعت من النادي الاهلي ومن جوه ملعب النادي الاهلي فانا باكد تاني ما عنديش مشكله لكن لا يتضرب مع المصلحه بتاعتي وهي الوصول للاهداف اللي انا حاططها والوصول للاهداف اللي انا حاططها مهمه جدا ان احنا نسعى ونوفر كل السبل وفي نهايه التوفيق ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى لكن
بتاخد بالأسباب وبتوفر السبل والإمكانيات اللي تخليك توصل للقب أو الهدف اللي انت حاطه. فبأكد تاني ان احنا بنحترم كل العروض المقدمة، لكن في نفس الوقت برضو بأكد احنا بنملك لاعبين على اعلى مستوى في مصر قادرين ان شاء الله ان يحققوا الاهداف اللي هي مطلوبة منهم، وهو الحصول على البطولات ان شاء الله في الفترة القادمة. سؤال تاني للكابتن يوسف، احد الزملاء عايز يعرف من حضرتك تفاصيل معسكر كرواتيا وعدد المباريات اللي هيلعبها الاهلي هناك. طبعا معسكر كرواتيا يعني اتحقق وترتب في وقت اعجاز، لكن الحمد لله ان نملك طبعا جهاز اداري على اعلى مستوى بقيادة طبعا الكابتن سمير عدلي، وعايز اشكره طبعا رغم ان هو مش موجود النهارده، كنت اتمنى هو يكون موجود، لكن قررت ان هو يسبقنا لكرواتيا على اساس ان يرتب كل الترتيبات ما يبقاش فيه اي مفاجآت للبعث. المعسكر طبعا هيبتدي من بكره على طول فور وصولنا، هيبقى فيه طبعا طبقا لرؤيه مستر كارتيرون كان عايز يعمل تمرين مسائي يتخللوا مباراتين مهمين جدا مع رابع الدوري الروسي فريق كراسندور، دي هتبقى يوم 9 والمباراه الاولى يوم 6 مع بطل الدوري السلوفاني، بطل وكاس الدوري السلوفاني. المباراتين دول هم بشكل كبير جدا طلبهم مستر كارتيرون من خلال المعسكر على اساس ان هو يقف على حاله اللاعبين كلهم، بحيث ان احنا ان شاء الله عودتنا يوم 10 هنبقى تركيزنا كله في الاستعداد لمباراه تاونشيب يوم 17 ان شاء الله في برج العرب. فالمعسكر ده ان شاء الله نطلع منه بالافاده او الاستفاده العاليه جدا، نوصل لاعبتنا الاعلى معدل من الناحيه البدنيه او الناحيه الفنيه، الناحيه جميع النواحي اللي انت بتجهز فيها لعيبتك، بحيث ان شاء الله مباراه تاونشيب دي لازم نكون واصلين لقمه كل واحد في الجاهزيه بتاعته، لانها مباراه لا تقبل القسم على اثنين سواء هي او العوده كمان. اتمنى ان شاء الله التوفيق. يعني في سؤال خاص بالسيد باتريس كارتيرون، احد الزملاء بيسال بيقول لك النادي الاهلي تحت القياده الفنيه السابقه لم يحصل الا على نقطه واحده في دوري الابطال، هل الفريق الاهلي حاليا قادر على استكمال المشوار الافريقي معك وتعويض فارق النقاط؟ C'est l'objectif prioritaire. ده طبعا هدفنا الكبير. C'est pour ça, comme Mohamed vient de le dire, qu'on a considéré que deux stages, un à Alexandrie et un en Croatie, étaient nécessaires pour permettre à l'équipe d'élever son niveau. قلنا شايفين كفايه معسكرين بس واحد في اسكندريه واحد في كرواتيا عشان المستوى الفريق يعلى. On va récupérer nos internationaux dans quelques jours. لعيبه الدوليين هيرجعوا في خلال كام يوم. Mais on avait aussi besoin de préparer les autres joueurs parce qu'on ne sait pas encore comment vont être ces internationaux. Est-ce qu'ils vont être prêts pour le premier match? Mais l'objectif, quel que soit le nombre de points qu'on a actuellement, c'est de se qualifier pour la suite de la compétition en Champions League. بيقول احنا دلوقتي مستنيين لعيبه الدوليين يرجعوا، بس احنا دلوقتي شغالين اللعيبه الموجودين حاليا لان مش عارفين الدوليين هيرجعوا هيبقى مستواهم شكله ايه، اذا في اصابات او لا او في اجهاد او لا، فشغالين على الفريق على قوام الفريق كامل سواء دوليين او غير دوليين، والهدفنا ان احنا نرجع تاني في المسابقه وان احنا نكسب اكبر عدد نقط ممكن عشان نتاهل للدور التاني من دوري المجموعات. سؤال برضو للسيد باتريس كارتيرون، احد الزملاء بيسال حضرتك بيقول لك اكيد عندك رساله عايز توصلها لجمهور النادي الاهلي من خلال هذا المؤتمر. Le premier message déjà c'est de les remercier. J'ai senti beaucoup de générosité, beaucoup de passion, beaucoup d'amour lors de mon arrivée. بشكرهم على كرم الاستقبال والاستقبال الحار اللي استقبلوني بيه وقت ما وصلت. Et je tiens vraiment à leur dire qu'on a beaucoup de respect pour eux. وعايز اقول ان احنا كجهاز بنكن لهم احترام كبير للجماهير. Et que la seule motivation que le staff et moi avons en ce moment c'est de leur rendre tout cet amour par de très bons résultats. واحنا متحمسين جدا ان احنا نشكرهم على حبهم ده بنتائج كويسه نحققها. Merci. شكرا. سؤال برضو تاني السيد باتريس كارتيرون، احد الزملاء بيسال حضرتك انطباعك عن فريق الاهلي بعد معسكر اسكندريه
وعن لاعيبه النادي. Mon ressenti c'est qu'on a des joueurs de talent. احساسي ان عندي لعيبه موهوبين في الفريق. Qui pour moi ne sont pas encore prêts pour être ultra compétitifs pour faire la différence. Je pense qu'aujourd'hui on est à égalité avec 5 6 autres équipes pour aller chercher un titre en Champions League. انا شايف بس اللعيبه لسه مش جاهزه او احنا لسه مش محطوطين في مكاننا الصح ان احنا ننافس على بطوله افريقيا. اعتقد وضعنا زي وضع 5 6 فرق تانيين في بطوله افريقيا. Mais sur ce que j'ai vu, on doit réellement élever notre niveau pour aller chercher le sacre. سؤال للكابتن محمد يوسف احد الزملاء بيسالك اخر تطورات الموقف بالنسبه للاعب وليد ازارو بعد العقوبه اللي وقعت عليه امبارح. يعني هو موضوع بسيط جدا، انا شايفه لو هنتعامل معاه بنظام النادي الاهلي ومبادئ النادي الاهلي، انا عندي نظام، النظام ده غير قابل طبعا للنقاش في تطبيقه. لاعب غاب بدون اذن وبالتالي اتخذت عليه العقوبه اللي طبقا للائحه. انا عندي لائحه بشتغل من خلالها، اللائحه دي بيشتغل بيها اي مدير كوره تولى المسؤوليه في النادي الاهلي، فالموضوع بيبقى بسيط جدا. لكن انا عايز اكد على حاجه في نفس الوقت، احنا طبعا بنتعامل مع جميع اللاعبين باحترام وبنقدرهم جدا، لكن الكلام ده لابد انه برضه يتم من خلال الفريم او يعني النطاق بتاع نظام النادي الاهلي واللائحه بتاعت النادي الاهلي. هو غاب بدون اذن وبدون اعتذار، ما لقيتش اي داعي لغيابه، وبالتالي تم تطبيق اللائحه عليه. لابد الفتره القادمه اي لاعب في النادي الاهلي او اي مسؤول في النادي الاهلي، سواء حتى في الجهاز الطبي، في الجهاز الاداري، في الجهاز الفني، لابد انه يشعر ان هو مش اكبر من الكيان. احنا كلنا افراد جوه الكيان. انا باكد تاني، اي واحد سواء لاعب، جهاز فني، اداري، طبي، الناس اللي قائمه على العمل في الفريق الاول او حتى عموما في منظومه النادي الاهلي كلها، الكيان اكبر من اي حد، ولكن احنا كلنا افراد جوه هذا الكيان. فانا ضد ان اي حد يشعر في بعض اللحظات ان هو يعني خارج النظام او خارج المنظومه او خارج الالتزام اللي احنا بنحطه. بس موضوع بسيط. سؤال للسيد باتريس كارتيرون احد الزملاء بيسال حضرتك الافضل للكره المصريه قائمه ال 25 لاعب ولا ال 30 لاعب؟ C'est pas vraiment à moi qu'il faut poser la question, c'est plus aux instances. بتاعي المفروض السؤال ده ما وجهش لي انا، مش انا اللي معني بالكابتن السؤال ده. Il y a un règlement et on se في لوائح واحنا بنحترمها. 25 une liste de 25 avec ensuite de jeunes joueurs qui peuvent également participer à la compétition. 25 بنحترم 25 بالاضافه للاعبين الناشئين اللي ممكن نستخدمهم. Mais peu importe le règlement, c'est à nous de le respecter. لكن سواء 25 او 30 او مهما كانت لو شكلها ايه لازم نحترمها ولازم نتعامل من خلالها. في سؤال برضه للسيد باتريس كارتيرون برضه احد الزملاء بيسال على الفوائد اللي عادت على النادي الاهلي من معسكر اسكندريه اللي انتهى من ايام. يعني l'objectif pour nous c'était de faire un état des lieux de l'effectif sur le point d'un point de vue physique. المهم الهدف المعسكر الاول كان اعرف ان اقف على مستوى اللاعبين سواء فيزيولوجيك من ناحيه بدنيه ومن ناحيه نفسيه d'un point de vue tactique et footballistique ومن ناحيه خططيه وكره قدم et plus important peut-être le plus important pour moi l'aspect humain واهم حاجه الجانب الانساني الجانب الشخصي je pense sincèrement que dans le football moderne l'aspect humain c'est l'aspect en plus de la préparation physique du tactique mais l'aspect humain est la clé qui fait basculer d'une équipe
le niveau d'une équipe à un autre niveau supérieur. في كرة القدم الحديثة العنصر النفسي والعنصر الإنساني مهم جدا في تقدم الفرق وفي تحسن مستواها. Un joueur heureux, bien préparé physiquement. لعيب بيلعب هو مبسوط وبدنيا كويس. Est un joueur qui va donner plus sur le terrain. لعيب هيقدر يدي كويس جدا في الملعب. Qui va être plus attentif, plus concentré, plus motivé. هيبقى صاحي أكتر في الملعب هيبقى مركز وهيبقى تاخد منه نتيجة كويسة. Je veux que l'ensemble des joueurs de mon effectif se sentent bien. أنا عايز معظم لعيبة الجهاز الأغلبية لعيبتي تبقى جاهزة وحاسة إنها كويسة. Qu'il y ait une vraie concurrence et que les joueurs. يبقى في منافسة كويسة منافسة شريفة بين اللعيبة. Donne le meilleur de même. كل واحد يدي كل يقدر يديه لصالح الفرقة. حاولنا نجاوب على أسئلة كل الزملاء بس طبعا معظم الأسئلة متكررة. نستأذن السادة أعضاء الجهاز المعاون يتفضلوا على الماسورة في صورة تذكارية مع السيد باتريس كاترون الكابتن يوسف. أعضاء الجهاز يتفضلوا على الماسورة صورة تذكارية. ما حدش يقف. نستأذن حضراتكم علشان الناس اللي بتصور ورا يصوروا.